إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشهر الخامس بعد الولادة. في هذه المرحلة يتقلب الطفل بحرية ويستطيع أن يجلس مسندا ظهره إلى كرسي. من الملاحظ أن تناسق حركة الأيدي والأعين يكون أكثر وضوحا في هذه المرحلة في بعد الشهر الخامس بعد الولادة، فيستطيع الطفل أن يمد يده ليتناول قرضا ما ليمسكه مثلا أو يلعب فيه، كما تتطور أيضا الاستجابة السمعية لديه، فيستطيع أن يحرك رأسه باتجاه مصدر الصوت. كذلك فإن تعبيرات الطفل تصبح أكثر وضوحا، فهو يفرح عندما يرى الأم قادمة ويبكي عندما يجوع. إلى هنا انتهى الدرس، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس البسيط جدا، وكانت هذه الأشياء مبسطة وعامة في هذا الموضوع وتتكلم عن الشهر الخامس. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله في الدرس القادم راح نتكلم عن أهم الأشياء البسيطة التي تحصل في الشهر السادس.